السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ انا ان شاء الله النهاردة هشرح definitions و synonyms antonyms بتاعت unit 7. اول definition بيقول هي كلمة tutorials اللي هي فصول تعليمية، lessons that have a small group of students to discuss a subject، يعني عبارة عن حصص بيحضرها عدد مش كبير من الطلاب عشان يستفسروا عن مادة، ماشي. وفي سيرتيفيكيت، شهادة اللي هي بتقول مثلا ايه، شهادة ان انت تميت، هو عبارة عن شهادة ان انت تميت كورس بنجاح successfully. يبقى هي الدوكمنت that say that you have finished this course successfully، ماشي. عظيم جدا. degree درجة تعليمية أو علمية يعني، ماشي. the qualification that you get when you finished your studies at university، درجاتك اللي انت بتحصل عليها بعد ما تخلص سنتك الدراسية أو دراستك عامة في الجامعة. بس كارير، هي حياة مهنية. باختصار كارير دي يعني حياة مهنية، يعني انت مثلا ان شاء الله ربنا يديك طول العمر، يعني هتعيش 90 سنة، ماشي. نفترض ان انت هتعيش 90 سنة، انت اشتغلت 60 وطلعت على المعاش مثلا 61 وقعدت لحد 90، يعني دي قعدت 30 سنة ما بتشتغلش. بس يعني انت كده دي حياتك المهنيه، انت عشت، انت اكيد اكيد يعني انت اشتغلت اكتر ما قعدت، ماشي. دي اسمها حياه مهنيه. يبقى حياه مهنيه profession that someone does for a long period of their life، يعني هي الشغل اللي الناس بتعمله من فترة طويلة جدا من حياتهم، ماشي. انرول، تسجيل، ماشي، انك تسجل بياناتك او تملى بيانات عشان تعمل كورس، to put your name down to do a course. بس culture، ثقافة، the ideas customs and social behavior of a particular group or society، الثقافة هي يعني الثقافة عامة، الثقافة بكل أنواعها. specialize، يتخصص فيه، انت تتخصص في شيء become more special، يعني انت مثلا ميكانيكي انت متخصص في تصليح العربيات، انت مثلا دكتور انت متخصص في قسم الجراحة، ماشي. flexible، مرن، able to change easily، يعني حاجة انت تقدر تغيرها بسهولة جدا. بس communication، تواصل، اللي هي process of exchanging information to one another، هي عملية أو طريقة تغيير المعلومات لمعلومة تانية. administration، having control and organized business. okay، يعني انت بيكون في ايديك الإدارة، وانت مدير business معين، يكون في ايديك الإدارة انك تغير حاجة مثلا، يبقى انت كده having the administration بتاعت company مثلا، ماشي. اللي هو انت عندك معاك الإدارة او مسموح لك انك تدير الشركة دي، ماشي. في عندنا في synonyms antonyms chance، فرصة اللي هي اتاحة، يعني انت قدامك وقت متاح لتعمل حاجة. مثلا when my mom go to the street it said to me to before she go to play on my PlayStation until she come. when she go I don't play and when she come I played، ماشي. يبقى انا كان، ما انا عارف ان الجمله ملخبطه بس هي ايه مناسبه. انا كان معايا الفرصه، يعني مثلا مامتي مشيت كان معايا الفرصه ان انا العب على البلاي ستيشن، ماشي، وما لعبتش، ومامتي جت لما جت العب، وكان معايا فرصه او اتاحه لان انا اعمل العب على البلاي ستيشن، ماشي. بس في كرياتيف، يعني مبتكر، اللي هي مثلا ان انت ايماجينيتيف اور ان ايماجينيتيف، انت واحد مبتكر تقدر تبتكر حاجات كتير، ماشي. انترستد، كيرينج وان كيرينج، تكون مهتم بحاجه، انت مثلا كورس تهتم بيه، لازم تهتم بكورسك، ماشي. ديمند، يطالب، مثلا ساره تطالب بانها ان هي تكون جايبه الفول مارك في الامتحان مثلا، مظلومه هي، تصحيح غلط مثلا، ماشي. في كومون، شائع، ordinary extraordinary، my dad is ordinary nothing special، ماشي. يعني my dad يعني مثلا، يعني ما انا طبيعي، واحد طبيعي ما بيفرقش،
ماشي ايديال يعني مثالي، بيرفكت امبيرفكت. انت قمت you did this job with perfect way in perfect way. كده انا الحمد لله شرحت synonyms و antonyms و definition بتوع unit 7. ماشي، اتمنى تكونوا فهمتوا وان شاء الله يكون شرحي كويس. شكرا.